السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا الهايبرتونيا، فرط الأسنان، هي حالة يحدث فيها نمو عدد أكبر من الطبيعي من الأسنان في الفم، والتي يمكن أن تنمو في أي مكان على قواس أو ملفك. أنواعها أما تكون مخروطية وتدية الشكل، أو تكون زائدة درنية أسطوانة الشكل، أو تكون زائدة تكميلية تشبه الأسنان العادية. السبب الدقيق لفرط الأسنان حد الآن غير معروف، لكن يبدو أنه مرتبط إلى حد ما بالحالات الوراثية والعوامل البيئية. يجب عدم اتخاذ أي إجراء طالما لم توجد مضاعفات، لكن يجب اللجوء إلى خلع الأسنان أو اللجوء إلى تقويم الأسنان. مخاطر فرط الأسنان تؤدي إلى ظهور فجوات بين الأسنان أو إلى اعوجاج الأسنان، تؤدي أيضا إلى تكون الجذر غير الطبيعي في الأسنان المجاورة، تؤدي أيضا إلى أمراض اللثة والتسوس، كما تؤدي أيضا إلى مشاكل أو خلل في العض. في النهاية من الصعب التحكم في مدى تأثير الأسنان الزائد عليك، لكن مع تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام ومراجعة طبيب الأسنان الخاص بك لتقييم صحة فمك والتوصية بأي علاجات حسب الضرورة، فلن تواجه مشاكل مع الأسنان الزائدة في فمك. Thank you.